السلام عليكم، والله يسعد مساكم بكل خير. اليوم بنتكلم عن قصة المثل القائل رمح جماله لفرسه، وهي عائدة الأمير فيصل الجميلي أمير الجمالات الأفلات. قبل لا ندخل في تفاصيل القصة أعطيكم نبذة بسيطة عن الأمير فيصل الجميلي. هو فارس وشاعر شهير وأمير قبيلة الجمالات، يملك قصر صبحة في الهدار وعاش في القرن العاشر الهجري. اتخذ قصر صبحة مركزا لقبيلة الجمالات، إلا أنه كثير الترحال والسفر، ويعرف عنه بأنه مزواج وأخذ عدة نساء من عدة قبائل. وقد امتدح الأمير رميزان بالغشام التميمي المتوفي عام 1079 هجري في أبيات له يقول فيها: بكلته على بيت الجميلي فيصل والأمثال يرثاها من الناس فاهمة، يعد عن ألف بالملاقة وكم وكم قرى الألف في عسر من الدهر زاحمة. وهذا ما يؤكد روايتنا بأن فيصل الجميلي عاش في القرن العاشر الهجري. كانت قبيلة الجمالات تحكم بلاد العارض والأفلاج، وكانت في أوج قوتها وعنفوانها ما بين القرن التاسع لقرن الحادي عشر الهجري، خاصة في عهد الأمير فيصل الجميلي. ويقول المؤرخ بن لعبون: الدواسر هما الزايد، والذي ليسوا في زايد من تغرب. ومن حضرة في هذا الزمان الجميلات في الأفلاج، وكان لهم في الماضي رياسة وسيادة. نرجع لموضوعنا. من أشهر قصص الأمير فيصل الجميلي قصته مع قوم فتاة تدعى جهم. ومن المعروف أن الأمير فيصل الجميلي كثير الترقلات والسفر، وصادف في إحدى الأيام وكان مار على خيمة امرأة عجوز، وقد أخذ منها العطش ما أخذه، فحاول يتغافل العجوز ويشرب من قربتها من دون علمها، لأنها انتبهت له ودعت عليه أن يشتد شوقه وتعطشه لمبسم جهم كما شوقه وتعطشه لشرب هذا الماء. فاستغرب فيصل الجميلي: وش ذا المبسم اللي يدعابه ويضرب به المثل؟ وبعدها قرر فيصل الجميلي إلا أنه يروح القوم جهم، ويوم وصلهم أخفى عنا تخيله في مكان ما إلين دخل عليهم. يوم جاهم قالوا: من أنت؟ ما رد عليهم. قالوا: هذا جلال ولا صبي؟ قالوا: خلوه ربه يحطب، ولا يصح بالحلال، ولا يقضي لي وزمنا. وهذا ما بغاه فيصل الجميلي. إحدى المرات حصلت غارة على قوم جهم وخذت ابنهم، وفهب الرجال والفرسان يتفازعون يبون يفكون ابنهم، إلا فيصل الجميلي قاعد في مكانه ما تحرك. ثم جاءته جهم وتنشده: وراك بتقوم ترد البل مع القوم. وحانت الفرصة الماتية فيصل الجميلي كي يبرز فروسيته وشجاعته لعله يحقق مراده. ثم راح مكان ما أخفى عنه تخيله وخذاها من دون علم أحد، ثم تبع القوم وفك البل، ثم رجع وأخفاها مرة ثانية ونطخ كفه بالدم، ضرب بكفه على قطعة كل فرس عشان تكون شاهد له ولا ينكر فعله. ويوم عودت البل وجات الخيل من دون خياله، وتظاهر بعدها كل رجالات القبيلة كل يدعي بأنه هو اللي رد البل وفكها، إلا أن فيصل الجميلي ساكت ما تكلم، لكن قال: ترى الخيل عليها مارية، يعني على مر أمير القبيلة كل رجل يقايس بشبره على مضراب الكف بالدم، ولا جاب طابقا على حد منهم، لين جاء دور فيصل الجميلي وطابق عليه وقال: بيته الشهير. ويوم طابق بشبره على مضراب الكف بالدم قال: بيته الشهير، سموني الجلال وأنا اسمي فيصل، شبري على شبر الرجال يزود، كفو والله وأنا ابن الجميلي فيصل. وتأكد أمير القوم بأنه هو اللي رد البن، فعرض عليه وقال له: اطلب ما بغيت، فابدأ رغبته بالزواج من جهم، فزوجوه إياها. وبعد مرور فترة من الزمن حدث بعض من جماعة زوجته جهم بغوا يغدرون بحسدا منهم، رغم أنه كان يقودهم في كثير من الحروب والمعارك. فيصل الجميلي الرحيل إلى ديرته عند جماعته، خير زوجته جهم إما الرحيل أو الطلاق، فاختارت الطلاق، فطلقها وخذ عياله وراح لجماعته. ويوم طلقها وصاها أنها ما تتزوج بعدها إلا بأطيب الرجال، يوم قالها: يا جهم اللي أشامت بنا من كنية، احذار من أدباش الرجال احذار. ردت عليه وقالت: يا فيصل عيالك صغارك ما القطاع، وعيال القطاع ما يهجعون الدار. ثم رد: يا جهم إن الحر لمسه القوى، تخلل ما بين الحرار وطار. أثناء عودة فيصل الجميلي مع عياله، وقد عياله كبروا وسبقوه، وقوا يوم أقبروا على الهدار اعتقدوا عياله من زوجته الأولى بأن إخوانهم غازي، وما دروا أنهم إخوانهم. ثم ضرب واحد منهم فرس الثاني برمح وقتلها، ثم صح فيصل الجميلي بعلو صوته: رمح جماله في فرسها، في إشارة لأن هؤلاء ليسوا غزاة وإنما هم إخوان قد أصاب بعضهم بعض. وراح المثل رمح جماله في فرسها. كانت هذه قصتنا هذا اليوم، أتمنى القصة عجبتكم ونالت على رضاكم واستحسانكم، وعذرونا على الإطالة، والله يجملنا عند مثلكم وشرواكم، وفهمان الله.